يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الطلبة، زملائي الأساتذة، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الفيديو. التمرين، نص التمرين، أنا حاولت نترجم نص التمرين من اللغة الإنجليزية العربية، ترجمت كما ماكسيمون اللي نقدر. الآن قال: في لعبة NBA ناسيونال باسكت أسوسيشن، كرة السلة، كل فريق من 30 فريق، عندنا 30 فريق، يلعب 82 مباراة في الموسم. احتمال فوز الفريق جي اس دبليو في المباراة الأولى هو 0.6. إذا فاز جي اس دبليو في المباراة ان، فإن احتمال فوزه في المباراة الموالية، في المباراة رقم ان زائد 1، هو 0.8. الآن إذا خسر جي اس دبليو في المباراة ان، فإن احتمال فوزه في المباراة الموالية ان زائد 1، المباراة نعم، هو 0.4. نعتبر الحدث دبليو في ان جي اس دبليو في يفوز بالمباراة رقم ان، احسب بي دبليو في 2 بي دبليو، علما ان دبليو في 1، احسب بي دبليو في 2 علما انه دبليو في 1 بار، اي خسر المباراة الاولى ما احتمال فوزه في المباراة الثانية. استنتج بي دبليو في 2 تقاطع بي دبليو دبليو في ا، بي دبليو في 2 تقاطع دبليو في ا بار. استنتج ان بي دبليو في 2 ايجال 0.64. نفرض انه نرفق بكل يو ان ويو ان زائد 1 الاحتمالات الاحتمالات للحدثين دبليو في ان ودبليو في ان زائد 1 على الترتيب. قال: برهن ان المتتاليه فيلي ان معرفه بفيلي ان تساوي يلي ان زائد 2 على 3 او ناقص 2 على 3. برهن ان المتتاليه فيلي ان هندسيه اساسها كيو يساوي 1 على 4، وعين حدها الاول في 1. السؤال اللي بعده قال: اكتب فيلي ان، اكتب فيلي ان بدلالة ان، ثم استنتج دبليو فيلي ان بدلالة ان. الان قال: استنتج احتمال خسارة المباراة الرابعة للفريق، ثم قال: احسب ليميت او لان. ننطلق على بركة الله. إذا كيجي تمرين بهذا الشكل، أنا اخترت هذا التمرين لأنه فيه احتمالات شرطية في شجرة الاحتمال. الآن كيجيني تمرين بهذا الشكل في البكالوريا، كيفاش نجاوب؟ الآن شوف، لو كان نبدأ نقرأ في لعبة الـ NBA من، ثم قال: احتمال فوز الفريق في المباراة الأولى لحد الساعة نورمال. الآن إذا فاز جي اس دبليو في المباراة الأولى فإن، أو في المباراة الآن، فإن احتمال فوزه، أي إذا علمت أنه فاز في المباراة الآن، فإن احتمال، ما احتمال فوزه في المباراة الموالية؟ إذا هنا عندي احتمال شرطي، الآن نروح ندير شجرة الاحتمال، نلخص المعطيات اللي عطاها لي هذه كامل، ونديرها في شجرة الاحتمال. الآن عندي نكتب المباراة الأولى، المباراة الأولى، فريق جي دبليو في إس هذا أو جي اس دبليو في يربح المباراة الأولى أو يخسر المباراة الأولى، هي دبليو في 1 بار. الآن ما احتمال فوزه في المباراة الأولى؟ احتمال فوزه في المباراة الأولى هو 0.6. الآن إذا فاز في المباراة الأولى ب 0.6، وش حال راح يخسر؟ راح يخسر باحتمال 0.4، لأني قلت نحسب هذا زائد هذا لازم نلقاه يساوي الواحد. نكمل الآن. قبل ما نبدا نجاوب نخدم هذه شجرة الاحتمال. الآن مباراة رقم 2 نسميها دبليو في 2، سماها لي لأنه قال نرفق، أو قال نعتبر الحدث دبليو في ان، إذا دبليو في 1 المباراة الأولى، دبليو في 2 المباراة الثانية. إذا يفوز في المباراة الثانية إذا فاز في المباراة الأولى، ويخسر في المباراة الثانية إذا فاز في المباراة الأولى، ويفوز في المباراة الثانية إذا خسر المباراة الأولى، ويخسر في المباراة الثانية إذا خسر المباراة الأولى. الآن بقى لي نكمل الاحتمالات. نعاود نرجع لنص التمرين.
قال لي إذا خسر جي اس دبليو في المباراة الآن فإن احتمال فوزه، أو نبقى إذا فاز جي اس دبليو في المباراة الآن فإن احتمال فوزه، إذا ربح راني هنايا، إذا ربح في المباراة الآن فإن احتمال فوزه في المباراة الموالية، أي أن زائد واحد، إذا ربح في المباراة الأولى احتمال يفوز في المباراة الثانية هو 0.8. الآن شحال يخسر؟ يخسر ب 0.2، مفهوم؟ الآن إذا خسر جي اس دبليو في المباراة الآن فإن احتمال فوزه، قال لي فوزه، الآن ركز معايا لهنا على احتمال فوزه، لأنه أغلب التمارين كان يحط لك خسارته، معناتها جي دبليو في آم علما جي دبليو في دو علما أنه من دبليو في بار، مفهوم؟ الآن احتمال فوزه إذا خسر، هاو خسر، ما احتمال خسارته هو شحال؟ احتمال عفوا احتمال فوزه وشحال هو 0.4. الان احتمال خسارته اذا خسر هو 0.6. مفهوم؟ نكمل، معليش كمل المباراه الثالثه، الان كمل غلفو. الان دبليو في 2 فاز، دبليو في 3 شحال يفوز؟ دبليو في 3 اذا فاز في المباراه الان فان احتمال فوزه في المباراه المواليه، الان فاز معناتها راح يزيد يفوز بنسبه 0.8 او باحتمال 0.8، وشحال يخسر؟ يخسر ب 0.2، هذه دبليو في 3 بار، نفس الشيء لهنا. خاسر من المباراة الثانية، ما احتمال فوزه في المباراة الموالية؟ احتمال فوزه في المباراة الموالية هو 0.4، هذه دبليو في 3 بار 0.4. الآن 0 فاصل أو دبليو في 3 عفوا هنا دبليو في 3 هنا دبليو في 3 بار شحال؟ 0.6، مفهوم؟ نكملوا الان شجره الاحتمال، نتوقفوا احنا لهنا، نطلب منك الان السؤال الاول تاعو، قال احسب بي دبليو في 2 علما انه دبليو في 1، واش معناتها هذه؟ ما احتمال فوز المباراه الثانيه علما انه فاز المباراه الاولى؟ وراها هذه في شجره الاحتمال، ها هي وين هذه؟ بي دبليو في 2 علما انه دبليو في 1، اذا كم تساوي؟ مباشرة من شجرة الاحتمال تساوي 0.8، من شجرة الاحتمال نحطها تساوي 0.8. زيد السؤال الثاني وش قال؟ قال احسب بي دبليو في بي دبليو في 2 علما انه دبليو في 1 بار، وش هي هذه؟ احتمال فوزه في المباراة الثانية اذا خسر المباراة الاولى، هذا ما كان المعطيات تاع التمرين هنا، نحاول نترجمهم له من شجرة الاحتمال، نستخدم دو علما انه دبليو في 1 بار، اذا ها هي شحال تساوي؟ 0.4. الآن السؤال اللي بعده قال استنتج بي دبليو في 2 تقاطع دبليو في 1 و بي دبليو في 2 تقاطع دبليو في 1 بار، احتمال فوزه في المباراة الأولى والمباراة الثانية، وراها احتمال فوزه في المباراة الأولى والمباراة الثانية، ها نرجع، احتمال فوزه في المباراة الأولى والمباراة الثانية، إذا باي دبليو في 2 تقاطع دبليو في 1 تساوي 2 علما أنه فاز في المباراة الأولى في بي دبليو في 2، هذا من الاحتمال الشرطي، لأنه بي احتمال الشرطي وش قلنا؟ قلنا بي دبليو في 2 علما أنه دبليو في 1 شو يساوي؟ يساوي بي تقاطع على بي دبليو في 2، إذا بي دبليو في تقاطع ويساوي بي دبليو في 1 في بي دبليو في 2، وش يساوي؟ يساوي 0.8 في 0.6، شحال يساوي؟ يساوي 0.84. الآن السؤال اللي بعده قال بي دبليو في 2 احتمال فوزه في المباراة الثانية تقاطع وخسارته المباراة الأولى، وش يساوي؟ يساوي بي فوزه في المباراة الثانية إذا خسر المباراة الأولى في احتمال خسارته المباراة الأولى، وش يساوي؟ يساوي 0.4 في
أربعة. الآن قال استنتج، ثم قال استنتج، أو قال استنتج أن بي دبليو في دو. الآن بي استنتاج بي دبليو في دو. الآن بي دبليو في دو شنو هي؟ واش معناتها؟ معناتها احتمال، احتمال فوزه المباراة الثانية، احتمال الفوز في المباراة الثانية فقط، ما على بالي المباراة الأولى إلا ربح فيها ولا خسر، إلا ربح ولا خسر، ما يهمنيش في المباراة الأولى، قلت لك المباراة الثانية. الآن نجي نشوف المخارج وراها بي دبليو في دو. إذا يربح المباراة الأولى ويربح المباراة الثانية، إذا بي دبليو في دو، شوف تبع معايا واش نكتب، بي دبليو في دو. يربح المباراة الأولى ويربح المباراة الثانية، واش معناتها؟ معناتها باي يربح المباراة الأولى ويربح المباراة الثانية، هذا الأول، والله أو يربح المباراة الثانية ويخسر المباراة الأولى، مفهوم؟ يا يربح ويربح، يا يخسر ويربح. احنا يهمنا الماتش الثاني لازم يربحوا، هذه اللي يهمنا، الدوزيام ماتش تاعو اللي راه يربحوا، ما على باليش الماتش الاول واش يدير فيه، الماتش الدوزيام لازم يربحوا. اذا واش تساوي؟ هذا حسبته هو بي، اذا هو 0.48 زائد 0.16 تساوي كم؟ تساوي 0.64، وهو المطلوب. قال بين او استنتج ان بي دبليو في دو يساوي 0.64، مفهوم؟ الان طالي في التمرين نتاع الاحتمالات، هذا طالي تمرين احتمالات ومن بعد رفقوا لي بمتتاليات، عاود الداني خدم متتاليات. الان ننتقل للمتتاليه، كيف ننتقل للمتتاليه؟ قال نرفق بكل او لي ان، معناتها لحد ان الاحتمال دبليو في لي ان، و او لي ان زائد واحد الاحتمال دبليو في ان زائد واحد على الترتيب. قال برهن ان او لي ان زائد واحد تساوي 0.4 في او لي ان زائد 0.4 في اولي ان زائد 0.4. الان نعاود نروح ندير شجرة الاحتمال من جديد من حد ان، واش نبدا؟ نقدر نكمل من شجرة الاحتمال لكن نوصل حتى للحد ان، نعاود نرفقها بشجرة احتمال جديدة اخرى لحد اولي ان. الان شحال عندي؟ عندها مخرجين دبليو في ان ودبليو في ان بار. هذه المباراة يفوز في المباراة دبليو في ان ويخسر في المباراة دبليو في ان بار، او يخسر في المباراة. الان شحال يفوز؟ يفوز قال لي هو رفقها لي بإلي ان، هاك الان إلي ان هو احتمال فوزه في المباراة دبليو في ان، احتمال خسارته شحال؟ واحد ناقص إلي ان. الان اذا فاز في المباراة دبليو في ان، ما احتمال فوزي في المباراة دبليو في ان زائد واحد، وما احتمال خسارتي في المباراة دبليو في ان زائد واحد. الان احتماله نعاود نرجع دائما نص التمرين تاعو، ها هي وين؟ اذا فاز في المباراة ان فان احتمال فوزه في المباراة الموالية هو 0.8، اذا هنا 0.8. احتمال خسارته شحال؟ 0.2. الان اذا خسر شحال؟ إذا دبليو في ان زائد واحد بار، دبليو في ان زائد واحد، دبليو في ان زائد واحد، دبليو في ان زائد واحد بار. الآن إذا خسر في مباراة ان فإن احتمال فوزه وش هو شحال؟ هو 0.4، واحتمال خسارته شحال؟ 0.6. الآن هو واش قال لي؟ قال لي أوجد لي أولي ان زائد واحد، أو قال برهن لي باللي أولي أوجد لي أولي ان زائد واحد، أو قال برهن لي باللي إلي ان زائد واحد وش يساوي؟ اي احتمال فوزه في المباراة دبليو في ان زائد واحد. اذا احتمال فوزه في المباراة اي إلي ان زائد واحد وش تساوي؟ اذا قال بين ان إلي ان تكتب بهذا الشكل. إلي ان وش سميناها؟ إلي ان قال نرفق بكل ان، بكل إلي ان الاحتمال تاع دبليو في ان، إلي ان هو الاحتمال تاع دبليو في ان، إلي ان زائد واحد هو الاحتمال تاع بي لي ان زائد واحد، إذا إلي ان زائد واحد هو شنو؟ هو الاحتمال تاع إلي ان زائد واحد، إذا إلي ان أو دبليو في ان زائد واحد عفوا تساوي احتمال دبليو في ان زائد واحد، دبليو في ان زائد واحد وراها، دبليو في ان زائد واحد هي الفوز المباراة ان زائد واحد، إذا هي هذا
وهذا مفهوم. انا شو اسوي؟ اذا تساوي باي دبليو في ان زائد واحد تقاطع دبليو في ان زائد باي دبليو في ان، يعني يربح المباراه الثانيه او يربح المباراه ان زائد واحد ويربح ايضا مباراه ان، او يربح المباراه ان زائد واحد ويخسر مباراه ان، تقاطع دبليو في ان. وش تساوي؟ اذا باي باي دبليو في ان زائد واحد علما انها دبليو في ان، في باي دبليو في ان زائد باي دبليو في ان زائد واحد هنا بار، في باي علما انها دبليو في ان بار، في باي دبليو في ان بار. اذا تساوي ام بي دبليو في ان بار دبليو، عفوا بي دبليو في ان زائد واحد علما انها دبليو في ان شحال؟ الان بي دبليو في ان زائد واحد تقع علما انه دبليو في ان شحال لقيناها؟ شحال؟ هي 0.8. في بي دبليو في ان شحال؟ هي الي ان زائد بي دبليو في ان علما انه دبليو في ان بار هو شحال؟ 0.4. في بي دبليو في ان بار هو واحد ناقص الي ان، اذا تساوي كم؟ 0.8 الي ان زائد 0.4 ناقص 0.4 الي ان، اذا تساوي 0.4 الي ان زائد 0.4 وهو المطلوب. إذا قال نعرف المتتالية في لي ان تساوي او لي ان ناقص 2 على 3. قال بين ان في لي ان هندسية اساسها كو ويساوي 0.4. شوف اش عندي، عندي كنا نبرهنو بهكذا، في لي ان زائد 1 تساوي كو في في لي ان، هذه هي المتتالية الهندسية، كنا احنا نحوسو على كو، الان الكو عطاها لي، اذا واش نواسي؟ نكتب هكذا، لازم شحال نلقاها؟ لازم نلقاها تساوي 0.4. إذا في لي ان زائد واحد على في لي ان تساوي الان هي او لي ان زائد واحد ناقص 2 على 3 على او لي ان ناقص 2 على 3. الان او لي ان زائد واحد هي كم؟ هي 0.4 او لي ان زائد 0.4 ناقص 2 على 3، الكل على او لي ان ناقص 2 على 3 تساوي. إذا الآن المقام عندي إي لي آن ناقص 2 على 3، الآن 0.4 إي لي آن ناقص 0.4 ناقص 2 على 3، إذا نكتب نوحد المقام، إذا زائد 0.4 كيف يمكن أن أكتبها؟ نقدر نكتبها هي 2 على 5 ناقص 2 على 3، نوحد المقام الآن، الآن 0.4 إي لي آن على إلي ان ناقص 2 على 3، المقام الموحد إذا ناقص 15 زائد، إذا 6 ناقص 10 ناقص 4 على 15. الآن خرجوا 0.4 عامل مشترك، وش تبقى؟ تبقى إلي ان ناقص 2 على 3 الكل على إلي آن ناقص 2 على 3 وتساوي 0.4. هندسية أساسها 0.4. الآن السؤال الذي بعدها قال أكتب أو أوجد في عين في واحد، في واحد يساوي في واحد حسب العلاقة حسب علاقة في لي ان، اي واحد ناقص 2 على 3، اي واحد كم؟ اي واحد هو 0.6 ناقص 2 على 3 ويساوي ناقص 1 على 15. الآن قال اكتب عبارة في لي ان، إذا في لي ان تساوي في 0 في بي في كو أس ان ناقص بي،
حدها الأول كم هو في لواحد، إذا في واحد في كي كم وجدناه؟ 0.4 في ان ناقص كي، إذا ان ناقص واحد. ان قال استنتج الي ان، الي ان نستنتجها من خلال العبارة تاعها، إذا هي 2/3، نستنتج في الي ان من هذه العبارة، إذا الي ان تساوي في لي ان زائد 2/3، إذا 2/3 زائد في لي ان وتساوي 2/3 زائد في واحد كم هنا؟ في واحد ناقص واحد على 15 في 0.4 أس ان ناقص واحد، إذا ناقص واحد على 15 في 0.4 أس ان ناقص واحد. الآن قال عين احتمال أو ما هي احتمال خسارته المباراة الرابعة. الآن احتمال خسارته المباراة الرابعة هو الآن إلي آن هو احتمال فوزه المباراة إلي آن، نحسب احتمال فوزه المباراة إي أن إي لأربعة، وش تساوي؟ تساوي 2/3 أو إي 5 عفوا، لأن المباراة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، المباراة الأولى الثانية الثالثة الرابعة توافق إي، إذا المباراة الرابعة توافق إي 5، لأنه ما نقدرش نحسب نقول المباراة صفر، نبدأ بمباراة إي 1، إذا إي 5 تساوي 2/3 ناقص 1/15 في 0.4 أس 4 وتساوي 2078 على 3125. الآن هذا احتمال فوزه المباراة الرابعة. الآن احتمال خسارة المباراة الرابعة هو اي 1 ناقص اي 5 ويساوي 1 ناقص 2078 على 3125 ويساوي 1047 على 3125. قال احسب ليميت اي لي ان، لما الان ياخذ زائد ما لا نهايه تساوي ليميت 2/3 ناقص 1/15 في 0.4 اس ان ناقص 1 لما الان يؤول الى الزائد ما لا نهايه. الان لما الان يؤول الى الزائد ما لا نهايه، هذا المقدار يؤول الى ماذا؟ يؤول الى الصفر، لان ليميت في لي ان اذا كانت في لي ان هندسيه لما الان يؤول الى زائد ما لا نهايه تؤول الى الصفر اذا كان الكي محصور بين الناقص واحد والواحد، وهذا وش حال اقل من واحد، اذا المقدار هذا يؤول الى الصفر، اذا ليميت في لي ان تساوي 2/3. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب.